يمكن ما نرجع نحكي عطيني وعد ما تبكي. عاجل زواج حسام جنيد بعد فترة قصيرة على طلاقه من أمارات رزق، ما فعله فاجأ الجميع. تصدر خبر زواج الفنان السوري حسام جنيد حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد فترة قصيرة على إعلان طلاقه من زوجته الممثلة السورية أمارات رزق. وفي التفاصيل، فقد أثار الفنان السوري جدلا واسعا حول حقيقة الموضوع، وذلك بعد نشره على صفحته الخاصة عبر إنستغرام صورة لخواتم زواج وعلق بالقول قريبا: شكلك بلشتي تعلقي فيي، كل ساعة تمرق تسألي علي. وتفاعل كثير من المتابعين مع الصورة، إذ تساءلوا إن كان حسام يقصد التلميح إلى إمكانية زواجه من جديد، أم أن الصورة مجرد ترويج لأغنية جديدة يستعد لطرحها. وكان من التعليقات: الله يسعدك ويا رب تكون رجعتكن على الخير انت وأمارات، لأن محبتكن بالدنيا كلها يا رب، رغم أنه بحس هاي إعلان لأغنية اتمنى لكن الخير يا غالي. كليب جديد ما بظن زواج، بعتقد شي بخص غنية جديدة ما له علاقة بارتباطه، لهيك لا تكبروا لبين ما تتأكدوا. بعتقد شي بخص أغنية جديدة ما له علاقة بارتباطه، لهيك لا تكبروها لبين ما تتأكدوا. اتوقع أغنية لأن أنت قلت ما فكر هالفترة. قلبي سيء السمعة، قاسي وما منه طلعة. إذا يشار إلى أنه كان أعلن الفنان السوري حسام جنيد طلاقه رسمياً من زوجته الممثلة السورية أمارات رزق، ونشر عبر صفحته الخاصة على إنستغرام صورة لمحادثة واتساب جرت بين طليقته والصحفي السوري يامن ديب، الذي كان يسألها عن حقيقة الأخبار المنتشرة عن طلاقها من جنيد، لتؤكد الخبر، مشيرة إلى أن الطلاق حصل رسمياً منذ شهر ونصف. وعلق على الصورة بالقول: قدر الله وما شاء فعل، الله يقدم لك اللي فيه الخير أم وطن. اليوم لما لنا مشتاق مغروم والسهرة صبا. وفي أول لقاء له بعد إعلان طلاقه، وتحديدا بمقابلة له ضمن برنامج إنسان، قال حسام جنيد إنه يعتبر أمارات رزق بعد أزمة انفصالهما مثل شقيقته، مضيفا: أنا أخذت قرار في الفترة دي إنها تكون أخت لي، واللي بيصير عليها بيصير عليا. أسرار البيوت ما بيصير تطلع لبرا، لكن أنا لحد من كام يوم كنت تارك أمل حتى لو ضعيف إننا نرجع لبعض، لقيت إنه ما في استجابة، ربك هو اللي مو رايد، مو أنا ولا هي. ودخل الفنان السوري في نوبة بكاء كبيرة، متأثرا بعد سؤاله عن طلاقه من الفنانة إمارات رزق. وقال الفنان السوري إنه كان لديه أمل لو 2% بالعودة إلى زوجته من أجل أطفاله والحفاظ على العائلة، لكن القدر لم يشأ ذلك. أنا بحياتي ما كنت متوقع أتجوز إمارات، عم